بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيز التلميذات، مرحبا بكل المتابعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي تقدم إليكم دائما جميع الدروس التي تحتاجونها في اللغة الفرنسية أو مادة الرياضيات، سواء بالسلك الابتدائي أو الإعدادي، دروس الدعم. قناة أحمر كونسوليداسيون التي تمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. قناة أحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم أي درس قدمته ستوصلون به في الحين. وكما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات والكومنتات والجيم ثم بارتاج ديال هذا الفيديو لكي تعم الفائدة للجميع. وشكرا، شكرا مسبقا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour au téléphone de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, cinquième année enseignement primaire. Soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques CM2, la leçon 24. Mesures agraires. Les mesures agraires. Qiyas al-wahadat az-zira'iyya. Qiyas al-wahadat az-zira'iyya. La page 59. Mesures agraires. Les objectifs. Reconnaître les unités agraires. Ma'rifat al-wahadat az-zira'iyya. Les convertir en unité de mesure de surface. تحويل هذه الوحدات الزراعية إلى وحدات ديال قياس المساحة. هناك علاقة ما بين الوحدات الزراعية وقياس المساحة. يمكن أن أحول الوحدات الزراعية إلى وحدات قياس المساحة والعكس صحيح. Mesure des aires de polygone. إذا هنا قياس المساحات المضلعات الاعتيادية en utilisant les unités de mesure agraire. نقدر نستعمل المساحة ديال واحد المضلع بالوحدات الزراعية. Résoudre des situations problème. حل وضعيات مسألة. حل وضعيات مسألة. إذا هذو هما الأهداف ديال هذا الدرس ديال قياس الوحدات الزراعية. انتقل الى السبوره لابدا في الدرس الجديد. اذا نسابع الشرح. كالكول مونتال، الو كالكول مونتال حساب ديني، قلت بان الاستاذ له الصلاحيه في اختيار الحساب الديني الذي يناسب الدرس، اما مراجعه واما مدخل للدرس الجديد. كالكول مونتال لا ديفيرونس انتر دو بوتي نومبر دي سون. هنا خديت الفرق ما بين عددين عشرين صغيرين، ماشي عدد كبير، عدد صغير، مثلا 3.5 ناقص 0.7 عدد صغير، يمكنني التلميذ أن يمجدهم بسهولة. إذا ليليف إكري 2.8، 5 موان 7 جو نو بو با، جاجوتي ديزين 15 موان 7 إيكال 8، جابيس لو 1، 3 موان 1 إيكال 8، دونك فوالا لا ريبونس. كونستركسيون دي كونسيبت بناء الفن. لير دان شون دان إيطون ou d'une forêt, hein, l'air d'un champ, d'un étang ou bien d'une forêt, souvent et souvent exprimé en des mots. Ça veut dire en hectare. En hectare. Un hectare est l'air d'un carré de 100 mètres. C'est pour l'hectare. راه المساحة ديال واحد المربع الضلع ديالو 100 متر مربع، لأن شكون هي المساحة ديال المربع؟ ضلع في الضلع.
اذا يضربنا 100% غنلقاو 10000 متر مربع. اذا واحد هكتار راه فيه 10000 متر مربع. انا ا ل دان كاري دان ديمتر، حيت نقولو لا الار راه المساحه ديال واحد المربع الضلع ديالو 10. المساحه ديال المربع هي الضلع، الضلع ديال 10 مربع في 10 100. اذا واحد الار راه فيه 100 متر مربع. ثم عندي السنتيار اي لير دان كاري دو 1 متر. السنتيار هو المساحه ديال واحد المربع الضلع ديالو 1 متر. اذا واحد مضروب في واحد يساوي 1، بمعنى ان واحد السنتيار راه تيساوي 1 متر مربع، واحد تيساوي 1 متر مربع. Elle est d'un carré de 1 mètre, donc 1 mètre. Donc 1 fois 1 égale à 1, donc 1 centième égale 1 mètre, 1 mètre carré. Alors utilise le tableau 50 pour compléter ces égalités. Là, on va utiliser cette chose qui est l'ouahadat zéraïa, qui est plus à la table, l'ouahadat qui est ici. Le kilomètre mourba, le hectomètre mourba, le décamètre mourba, le mètre mourba, il y a l'ouahadat qui est ici. تنقسمو الخلا الى اثنين، اما الهكتار والار والسنتيار هي وحدات الوحدات الزراعيه، وهناك علاقه بينهما، يمكن ان نحول الوحدات الزراعيه الى قياس المساحه، والعكس صحيح. اذا الى خدينا واحد هكتار راه فيه واحد هكتومتر مربع، اذا واحد هكتار تيساوي واحد هكتومتر مربع على نفس المساحه. بمعنى تساوي 10000 متر مربع، هاهو 10000 متر مربع. إلا خدينا واحد الأر راه تساوي، هاهو الأر تساوي واحد ديكامتر مربع، شحال فيه من متر مربع؟ فيه 100. وإلا خدينا واحد السنتيار، هاهو واحد السنتيار تساوي واحد متر مربع، فيه واحد متر مربع. إذا واحد أر واحد السنتيار تساوي واحد متر مربع. إذا هذا الجول هو اللي تيساعدنا باش نقوموا بعملية التحويلات، التحويل دون خلل. بون، الباسو ميتونو ا لاكسيفيتي دو ماتيماتيزاسيون انشيطة ريالية نيميرو دو بروبليم. إذا المسألة، أن جاردينيي بوسيد أن جاردان دو 900 متر، هذا واحد البستاني أو واحد بستاني عنده واحد جاردان، واحد البستان فيه 900 متر مربع. واحد البستان اخر اي ان نوتر دو 11 هكتار، دو 11 ار، 11 ار، ها 11 ار. اذا كاين لو جاردان لو بلو كرون. الى خدينا 900 متر مربع، ناخذ مثلا نديرو 900 متر مربع هي 900 متر مربع شحال فيها؟ فيها 9 ار. وشحال عندنا في لو جاردان الاخر؟ 11. ليش شكون اللي كبير 11 ولا 9؟ 11. إذا 900 متر مربع أصغر من 11 أر، لأن 11 أر تساوي 1100 متر مربع. ألوغ كيلي ليغ كيلي لو بلو كرون جاردان هو لو جاردان دو 11 هكتار، هذا هو هذا اللي فيه 11 هكتار هو الكبير، هذا فيه غير 9 ديال ليزار باردون، هذا فيه 11 أر وهذا فيه 9 أر، إذا 11 كبيرة على 9. فوالا. الوغ كاين لير توتال، ما هي المساحة الكلية ديال دو جاردان؟ الجاردان الأول فيه 900 متر مربع، والآخر فيه 1100 متر مربع. إلا قمنا بالعملية ديال جمع 900 زائد 1100 غتعطينا 2000 متر مربع، 2000 متر مربع غتعطيني 20 أر. إذا المساحة الكلية ديال البستاني تساوي 20 أر. هذا هو الجواب الصحيح. نلتقي في الأسبوع القادم. أتابع الشرح 80 بروبليم نيميرو 3 اللي قلت لك في الفيديو الأول، سي تان بروبليم بمعنى مسألة. أن شون ريكتانغولير أ أون لونغيور دو 135 متر، دير واحد الحقل على شكل مستطيل، الطول ديالو 135 متر، لا لارجور ديالو العرض 78 متر. إذا هذا الحقل كما قلنا قبيلتي، أون بو كالكولي لير دي بوليغون أون هكتار أون أر إكسيتير أون سنتيار. دونك عندنا الطول ديال 35 العرض 178، كاين لي اون متر كاري 100 متر، ما هي المساحة ديال هاد الحقل هذا بالمتر المربع؟ إذا المساحة ديال المستطيل هي تساوي الطول مضروب العرض، إذا درنا هنا الطول مضروب العرض 145 و 10 28 10 35
21 24 0 13 5 10. إذا عندنا المساحة 10530 متر مربع. إكس في مسافة إي أون هكتار. إذا عندنا متر مربع عندنا أكثر 1.05 هكتار. 1.05 هكتار. إذا عندي هنا المتر مربع وعندي هنا الأرض وعندي هنا الهكتار. إيفاليسيون فورماتيك إذا تقييم نهائي كومبليت. واحد 8 أر شحال فيها من متر مربع؟ إذا قلنا 8 أر 8 أر جوج الأصفار ديال الأر وجوج صفار الأصفار ديال المتر مربع، إذا فيها 80 متر مربع. نار 120 أر شحال فيها من متر مربع؟ غادي نزيدو جوج الأصفار ديال المتر مربع غتعطينا 12000 متر مربع. 800 سنتيار شحال فيها من متر مربع؟ فيها 600 لأن السنتيار تساوي متر مربع. 8 كيلومتر مربع شحال فيها من هكتار؟ فيها 800 كيلومتر ونزيدو جوج الأصفار ديال الهكتار. 35 هكتومتر مربع 35 هكتومتر مربع شحال فيها من 35 هكتومتر شحال فيها من أر؟ يبقى 3500 أر 3500 أر. إذا ننتقل إلى صورة أخرى. إذا نبدا الشرح. بروبليم نمبر 5 ان باركين واحد المحطة هو كوفير دو 7600 بالو 7600 بالو واحد العمدة فوتو فولتايك بمعنى ضوئي كهربائي فوتو فولتايك ضوئي كهربائي. شاك بانو ا اون اير دو 2 متر كل بانو واحد البانو واحد العمود تيعطينا المساحة ديالو 2 متر مربع كاين 1 متر كاري ليغ توتال دي بانو اللي عندنا 7600 بانو. إذا هنا إكسبيرينسال إير أون هكتار إير أون نار. أولا نقلبو على المساحة ديال لي بانو 7600 مضروبة بجوج غتعطينا 15200 متر كاري كانت 1200 متر كاري 1200 متر كاري. إذا غادي نحولوها للأر غادي تعطينا نضربو على جوج الأصفار ديال المتر مربع غتبقى لنا 152 أر غادي نحولوها للهكتار غتعطينا 1.52 هكتار. إذا المساحة ديال لي بانو 7600 بالمتر مربع 15200 بالأر 152 أر بالهكتومتر 1.52. إذا هنا إذا كان التلميذ غير قادر على القيام بالتولدة يستعين بالجدول في الدفتر ديالو يستعين بالجدول لكي يعطيها لكي يكتب النتائج الصحيحة. كونسوليداسيون إذا الناس عزيز بالمكتسبات كومبليت افيك لي مو لو بلو كون الأكبر أو لو بلو بوتي. لو سونتيار سونتيار إي 100 فوا كو لا لو سونتيار بارابور ألا راه أصغر إي 100 فوا بلو بوتي كو لا 100 فوا بلو بوتي يعني أقل من الأرض 100 مرة. ثم عندنا الهكتار إي 100 فوا بلو كون كو لا الهكتار كبير على الأرض 100 مرة والسنتيار صغير على الأرض 100 مرة. بروبليم نمبر 5 لو بارك إيسيسكو دو كازابلانكا هذا واحد المحطة ديال إيسيسكو في كازابلانكا إيتان كاغي دو 200 متر دو كوطي 200 متر في الضلع ديالو مربع. لو جاردان بوتانيك دو رابا كوفر اون سيرفاس دو 17 هكتار عندنا هنا جاردان عندنا بارك إيسيسكو هذا مربع فيه الضلع ديالو 200 وهذا المساحة ديالو 17 هكتار. لو كيك دو سيت دو بارك إي لو بلو بيتوني شكون اللي عندنا فيه مساحة كبيرة جدا بمعنى واسعة. لي سيسكو عندنا 200 مضروبة ب 200 راه تعطينا جوج مضروبة بجوج ب 4 و 4 ب 0 تعطينا 40000 متر مربع 40000 متر مربع. لو جاردان فيه 17 هكتار 17 هكتار ها هي وجوج ديال الأر وجوج ديال السنتيار. إذا عندنا 170000 متر مربع. إذا شكون اللي كبيرة واش 170000 متر مربع ولا 40000 170000 إذا 170000 أكبر من 40000 دونك لو جاردان بوتاني إي لو بلو كون لو جاردان بوتاني هو الأكبر في المساحة من البارك ديال إيسيسكو. إلى هنا نكون قد أنهيت هذه الحصة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الشروحات. أتمنى لكم التوفيق وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.